الرصاصة ما أثرتش فيك يا ولدي. عارف ليه؟ عشان أنت واد هارون صفوان صح. شوف يا يحيى، أنا لو كنت عايز أقتلك عمري نشاني معاي خيب وأصل. أنت مهما عملت أنت ولدي، بس للأسف طول عمرك شارد عني مع أسرة القفطوعي. ما هو طريقي غير طريقك من زمان يا أبوي، بس أنا جاي لك النهارده وعشماني إنك تلحق آخر فرصة وتغير الطريق اللي مشيت فيه. أنا طريقي همشيه للنهاية، ما تشيلش هم أنت. خلي بالك من نفسك يا يحيى، تديلك عمدة الصفرانية عايزك ترفع راس لفوق. مش أنت خلاص يا ولدي؟ أنت اللي بجيل بعد اللي راح. أبوي أنت موقفك صعب جدا في القضية وجلستك جربت. لو أنا ولدك اللي بجيلك صح، اسمع كلامي المرة دي، ما تكبرش. أحب على يدك يا أبوي، اعترف في المحكمة للقاضي على اللي كانوا بيساعدوك وحاميينك. ايه الكلام الماسخ ده؟ أنا لا هعترف بحاجة ولا هعترف بالقاضي ولا بدياوله. يا ولدي لازم تفهم زين إن دي هوجة اللي حصل، يعني دي زوبعة في فنجان. كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن، ولما أطلع من السجن. يا أبوي أنت فاهم غلط. الدنيا اتغيرت وعمرها ما هترجع زي الأول. الناس عملت ثورة يا أبوي وخلاص. كل اللي فسد وظلم وكل حقوق الناس هيتحاسب. الثورة وحق الناس. انت لساك عظمك طري يا ولدي، ما فهمش اللعبة زين. يا ابوي صدقني انا خايف عليك، موقفك صعب جدا ومفيش امل قدامك غير انك تعترف في المحكمة على كل حاجة. يمكن ساعتها القاضي يخفف عنيك الحكم. انا لا هعترف بحاجة ولا يهمني ان القاضي يخفف عني الحكم ولا المحكمة ولا حتى الحامي دفعك. لو انت ما فارقش معاك يا ابوي قاضي الارض، طب هتعمل ايه قدام قاضي السماء؟ هيجي يوم يا ابوي وتقف فيه قدام الحكم العدل، هتقول له ايه؟ منايا ولو مرة واحدة بس تراجع نفسك. اللي انت معوزت تدل عليهم دول ما هينفعوكش بحاجة. كل واحد دلوقتي بيقول يلا نفسي، كله بيلم فلوسه وبيهرب. يا ابوي يا ابوي دل عليهم، اكشفهم، يمكن ده اللي يعدل كفة ميزانك. ساعتها قاضي السما برحمته الواسعة هيخفف عنيك صدقني.